أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، سوف نقوم اليوم بمراجعة بعض دروس المنهج وإحدى القراءة من موضوع طيور لا تطير، اقرأ ثم أجب. وهناك طيور لا تطير لأن أجنحتها لا تساعدها على الطيران، مثل النعام وطائر البطريق والديك الرومي والطاووس. قرأ التلاميذ هذه المعلومات وهم يتصفحون موسوعة علمية في المكتبة. ألف، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي. 1، مرادف يتصفحون، ما بين قوسين يكتبون، يقرؤون، يستمعون. الإجابة الصحيحة مرادف يتصفحون، يقرؤون. رقم 2، جمع طائر، جايب ما بين قوسين طيارات، طائرات، طيور. الإجابة الصحيحة جمع طائر، طيور. رقم ب، لماذا لا تطير بعض الطيور كما فهمت من العبارة؟ لا تطير بعض الطيور لأن أجنحتها لا تساعدها على الطيران. رقم 2، أين قرأ التلاميذ هذه المعلومة؟ قرأ التلاميذ هذه المعلومة في المكتبة. رقم ج، عائلة كلمة تطير طائر، طيران، مطار، طائرة، طيار، طار، يطير، تطير، نطير. رقم 2، القراءة متحررة المحتوى، اقرأ ثم أجب. انتهت الفسحة وأثناء استعداد التلاميذ للفصول، رأى طارق مشهدا أحزنه، فقد وجد زملائه قد تركوا صنابير المياه مفتوحة فقام بغلقها، وذهب إليهم ونصحهم بلطف وذكرهم بأهمية الماء في حياتنا وضرورة المحافظة عليه. ألف، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي. رقم 1، مضاد انتهت، جاي ما بين قوسين مرت، بدأت، عادت. الإجابة الصحيحة مضاد انتهت، بدأت. رقم 2، مفرد الفصول، ما بين قوسين جايب لي الفصل، الفاصل، الفاصلة. الإجابة الصحيحة مفرد الفصول، الفصل. رقم ب، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. نصح طارق وزملائه بعنف، خطأ. رقم 2، الماء نعمة يجب المحافظة عليها، صح. رقم ج، ما المشهد الذي أحزن طارق؟ المشهد الذي أحزن طارق وجد زملائه قد تركوا صنابير المياه مفتوحة. من درس في عالم الحيوان، اقرأ ثم أجب. هل تعرف لماذا يتحمل الجمل الجوع في أثناء سيره في الصحراء؟ للجمل سنام يتكون من المواد الدهنية، وهي للجمل مثل خزان يختزن فيه طعامه ليتغذى منه إذا احتاج إلى الغذاء. ألف، هات ما يأتي، معنى سيره مشيه، جمع الغذاء الأغذية، مفرد المواد المادة، مضاد الجوع الشبع. رقم ب، لماذا يتحمل الجمل الجوع والعطش أثناء سيره في الصحراء؟ لأن للجمل سناما يتكون من المواد الدهنية، وهي للجمل مثل خزان يختزن فيه طعامه ليتغذى منه إذا احتاج إلى الغذاء. رقم ج، بما يتميز الجمل وبما يسمى؟ يمتاز الجمل بالصبر والذكاء ويسمى بسفينة الصحراء. رقم د، أكمل شبكة المفردات لكلمة الجمل. الجمل صبر، ذكاء، صحراء، سنام. ثانيًا المحفوظات، من نص إني رأيت نملة، اقرأ ثم أجب. نادت على أخت لها تعينها فالحمل مال، لم تستطيع حمله تذكرا قولا يقال، تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال. ألف، هات جمع، أخت، أخوات، مضاد الخير، الشر، مرادف تعينها، تساعدها. رقم ب، ما القول الذي تذكرته النملتان؟ القول الذي تذكرته النملتان، تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال. ومتى تذكرتاه؟ تذكرتا عندما لم تستطيع حمل الطعام. رقم ج، ما الجمال فيه فالحمل مال؟ الجمال فالحمل مال تعبير جميل يدل بوضوح على ثقل الحمل الذي كانت تحمله النملة فوق جسمها، وأن هذا الحمل كان فوق طاقتها. رقم د، اذكر معنى وصال في الجملتين، الخير يأتي بالوصال. رقم 2، الجملة الثانية بيقولي وصال تلميذة مجتهدة. رقم ألف، الخير يأتي بالوصال، معنى كلمة الوصال التآلف والتواصل.
رقم 2 معنى كلمة وصال في الجملة التانية، بيقولي وصال تلميذة مجتهدة اسم بنت. سؤال النحو بيقول القطعة: الماء أساس الحياة، يعيش الإنسان عليه وكذلك الحيوان والنبات، ونحن نستخدم الماء في أغراض مختلفة تفيدنا في حياتنا. ألف: اعرب ما تحته خط في القطعة السابقة. عندي كلمة الماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. عندي كلمة الإنسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بعد كده بيقول استخرج من القطعة السابقة اسما. عندي الماء، وعندي أساس، وعندي الحياة، وعندي الإنسان، وعندي الحيوان، وعندي النبات، وعندي أغراض. بعد كده بيقول لي فعلا، الفعل في القطعة موجود كلمة يعيش، وكلمة نستخدم، وكلمة تفيدنا. عايز حرف في القطعة، ماشي، عايز حرف. عندي حرف الواو، حرف من حروف العطف. عندي حرف في، حرف من حروف الجر. عايز ضمير للمتكلم، عندي كلمة نحن. يقولي أكمل بما هو مطلوب: التاجر الأمين، نقط، يغش الناس. عايز أداة نفي مناسبة، يبقى التاجر الأمين لا يغش الناس. رقم 2 بيقول لي يزرع نقط الأرض، عايز فاعل مذكر، يزرع الفلاح الأرض. رقم 3 تشرح نقط الدرس، عايز فاعل مؤنث، تشرح المعلمة الدرس. بعد كده رقم 4 نقط بيقول لي يسكن عمك، وعايز أداة استفهام، هيبقى أين يسكن عمك.